السلام عليكم مشاهدينا الكرام، وأهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من زوايا الحدث. هذه الحلقة سنخصصها لمناقشة أبعاد ودلالات التهديدات التي أطلقها زعيم الميليشيا ميليشيا الحوثي تجاه الإمارات ودول التحالف العربي. إذن مشاهدينا، قال وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش، قال إن تهديدات زعيم الحوثيين في اليمن عبد الملك الحوثي لبلاده لا تخيفهم، معتبرا أنها تكشف عن نيات مبيتة ضد أمن المنطقة، وأنها دليل مادي على ضرورة عاصفة الحزم لمستقبل المنطقة. هذه التصريحات جاءت ردا على ما ورد في كلمة الزعيم الميليشاوي الذي توعد فيها باستهداف الإمارات، داعيا الدول والشركات إلى اعتبارها بلدا غير آمن. التهديدات لم تقتصر على استهداف أبو ظبي وحسب، بل أكد الحوثي أن ميليشياته ستستهدف النقلات النفطية في المياه الإقليمية ومضيق باب المندب في حال قرار التحالف العربي للقيام بأي عملية عسكرية تستهدف مدينة الحديدة الساحلية. مشاهدينا، نتوقف عند هذه التطورات لنناقشها في محورين: هل يمكن أن تشهد الأيام القادمة تصعيدا للمسار العسكري؟ وما الدلالات للسياق الزماني التي وردت فيه هذه التصريحات؟ مشاهدينا، سنشاهد سويا هذا التقرير ومن ثم نبدأ النقاش. بلد يمكن لكل المنشآت النفطية العملاقة في المملكة أن تكون من الأهداف الرئيسية في القدرة الصاروخية. متوعدا ومهددا خرج زعيم الميليشيا هذه المرة في كلمته المطولة التي أسهب فيها كثيرا في الحديث عن الأوضاع الداخلية والخارجية، وكعادته بدا حديثه مكررا ويفتقر للواقعية السياسية. الجديد فقط هذه المرة هو التوجه بالتهديد والوعيد باتجاه الإمارات التي قال إنها أصبحت دولة غير آمنة منذ إعلان خطابه، بانيا هذا التهديد على ما قال إن جماعته أحرزت تقدما كبيرا في تطوير القدرات الصاروخية التي قال إنها أصبحت قادرة على الوصول إلى أبو ظبي. على كل الدول التي لها علاقات اقتصادية بالإمارات، وعلى كل الشركات التي لديها استثمارات كبيرة جدا في الإمارات، ألا تنظر إلى الإمارات كبلد آمن. هذا بلد من اليوم وصاعدا تحت إمكانية القصف الصاروخي والاستهداف الصاروخي. الرد الإماراتي لم يتأخر كثيرا، حيث أكد وزير الدولة الإماراتي لشؤون الخارجية أنور قرقاش أن تهديدات زعيم الحوثيين لبلاده لا تخيفهم، معتبرا إياها دليلا ماديا على ضرورة عاصفة الحزم لمستقبل المنطقة. لغة التهديد ليست جديدة في خطاب الحوثي، بل إنها الثابت الوحيد في كل خطاباته، وهي أداته في الحشد والتعبئة الجماهيرية وشحذ همم أنصاره. لكن الملاحظة دوما أن مفردات التحدي سرعان ما تتبخر إذا ما تطلب الأمر فعلا واقعيا على الأرض. وبالنظر إلى سياق الخطاب، فقد ربط الحوثي تنفيذ تهديداته تلك بمحاولة اقتحام الحديدة، وهي العملية المؤجلة التي كان من المفترض أن يقوم بها التحالف والشرعية منذ أشهر، إلا أنها دخلت في طور المفاوضات الطويلة مع المجتمع الدولي الذي انقسم بين مؤيد ومعارض. إذا مشاهدينا، نستهل النقاش وينضم إلينا من القاهرة المحلل السياسي وضاح الجليل. سيد وضاح، مساء الخير. مساء النور، اهلا وسهلا، شكرا لكم ولكل المشاهدين والطاقم قناه القيد. اهلا بك سيد وضاح. اذا تهديدات حوثيه جديده لدول التحالف العربي، لكن هذه المره اتت التهديدات بعد تطورات صراع مع صالح وتجمد المعركه مع التحالف. في اي سياق يمكن قراءه هذه التهديدات؟ هناك أكثر من سياق يمكن قراءة مثل هذه التهديدات من خلالها. أولا، لاحظنا أن المجتمع الدولي لم ينظر لما يحدث بين الحوثيين وصالح على أنه مشكلة ينبغي التعاطي معها كمعطيات جديدة، بل حاول المجتمع الدولي الحفاظ على تحالف الحوثيين وصالح. ولاحظنا أن أكثر من خطاب كان موجه للحوثيين وصالح بالقبول بمبادرة ولي الشيخ الأخيرة. هذا يعني وفق هذه المعطيات أن المجتمع الدولي يحاول الحفاظ على تماسك الجبهة الداخلية للحوثيين، ولكن بشكل غير مباشر.
يوجه لهم رسالة بأنه بأن قوتهما الدبلوماسية تكون من خلال تماسكهما كجبهة واحدة، وبالتالي عليهما التجاوز خلافاتهما والاستمرار. المجتمع الدولي طبعا من الواضح والملاحظ أنه يبتز التحالف العربي والحكومة الشرعية اليمنية من خلال الاستمرار الانقلابيين في الحفاظ على الكثير من المناطق تحت سيطرتهما والكثير من المنافذ الموانئ مثل ميناء الحديدة وميناء صنعاء الجوي. هذا يعني أن التحالف عفوا أن المجتمع الدولي يريد استمرار وبقاء الحوثيين والصالح في هذا التحالف، وبالتالي خرج الحوثي بهذا الخطاب موجها تهديدات جديدة، وهذه التهديدات بلغت هذه المرة حدا أنه يهدد الإمارات العربية المتحدة التي تبعد عن اليمن كثيرا من وليس بيننا وبين اليمن وإياها حدود مشتركة. التهديدات التي يطلقها على السعودية مفهومة بحكم الجوار والحدود المشتركة، وبحكم أن الأسلحة التقليدية والقديمة للحوثيين وعلى عبد الله صالح تمكنت من إيذاء السعودية أو تشكيل تهديد أمني لها، لكن الإمارات تبعد مسافة كبيرة وليس بيننا وبينها حدود، وهذا قد يعني شيئين، إما أن تكون هذه التهديدات شطحة جديدة من شطحات الإنقلابيين وخصوصا زعيم الانقلابيين زعيم الحوثيين المعروف بشطحاته الكثيرة، وربما يكون الانقلابيون قد تمكنوا من تطوير تكنولوجيا معينة، خصوصا أننا لاحظنا أن قدرتهم الصاروخية تطورت خلال العامين والنصف من هذه الحرب. وهذا الدليل على أن كان واضحا أن إيران وحزب الله تدخلا ومد الانقلابيين بالكثير من القدرات والإمكانيات وطوروا ما لديهم من قوة. نعم. وبالتالي تهديد كهذا قد يكون يحمل نوع من الجدية، أم أنه كما هو بالفعل كما وصفته نوع من الشطحات التي يتميز بها زعيم هذه الجماعة؟ إذن دعنا نشرك أيضا معنا في النقاش سيد وضاح، سينضم إلينا الخبير العسكري العقيد عبد العزيز المجيدي من محافظة تعز. سيادة العقيد أهلا بك، مساء الخير. يا مساء النور والعافية. أهلا بك سيادة العقيد. إذن تهديدات الحوثي لم تنحصر على السفن الإقليمية، يعني حتى أنها وصلت حاليا لتهديد واضح للسعودية واستهداف الإمارات. بسم الله الرحمن الرحيم. أخي الكريم، بالنسبة للتهديدات التي أطلقها زعيم المتمردين عبد الملك الحوثي، هي طبعا لا تعبر عن شخصه بذاته، بل تعبر على التدخل الجانب الإقليمي الذي احتمال قد يكون عدى لهذه المعركة عدد مسبقة، وزود هذه الجماعات والجناحية الانقلاب بهذه الأسلحة، وشكل المعركة ومراحلها عندما تأخذ مراحل طويلة وزمن أكثر من ما هو محدد له، هنا يثبت قدرة وحجم التدخل الإقليمي الذي تقوده إيران، وكذلك إدارة الصراع على المستوى المنطقة. هنا كل شيء جائز وكل شيء احتمال، لأن أسوأ الاحتمالات نحن نضعها في المعركة. فالتدخل الإقليمي والمدعوم من جانب دولي كما أكده المتحدث الأخ من القاهرة، الحفاظ على العمل على حفاظ التماسك الانقلابيين، هذا يدل على ان هناك حجب الصراع يدار اقليميا ودوليا. فكل شيء قال قد تكون ايران ادخلت هذا السلاح في فتره ما قبل تدخل عاصفه الحزم من خلال النقل البحري او كذلك على شكل قطاع، الا ان التهديد ياتيك رد فعل احتمال اذا حصلت مع حركه الحديده واذا ايضا. هنا الطرف الاخر من الحرب هو التحالف والحكومه الشرعيه، التاخر في الحسم في اغلب المناطق التي مهيئه للحسم، واخذت المعركه بشكل اخر وحسابات لا يجب ان تدخل في ما نحن فيها بالمعركه جاريه لها حسابات اقليميه ودوليه وتهدد الجانب الاقليمي وامن الاشقه في الخليج، وخاصه
من إدارة الصراع والتي تدعمه إيران، ومعروف بخططها وخطابات وزير الدفاع آخر خطاب الذي يهدد في دول الخليج بحكامها بأن مصيرهم سيكون مصير كمصير صدام حسين، وما يتحدث عن اليمن ودورهم فيه. هنا يضعنا الحديث الزعيم المتمردين بقطب جهة الحوثيين بأن كل شيء احتمال، وأن الجانب الإقليمي كل يوم هو يصبح أكثر. لكن سيد العقيد أو سيادة العقيد، هنا نقطة يعني فيما يتعلق بضغوطات المجتمع الدولي على التحالف والشرعية بحسم هذه المعركة. بالمقابل نلاحظ أنه في تصريح الحوثي في مسألة استهداف السفن المارة في مضيق باب المندب وقبالة السواحل اليمنية، لم يحدد أن الاستهداف سيتم للسفن الخاصة بهذه الدول، وإنما الرجل يتحدث عن استهداف أي سفينة ستمر في المنطقة. هذا كتصعيد وخطاب تصعيدي، هذا شيء يمس بدرجة رئيسية بمصالح المجتمع الدولي بشكل عام. هذا خطاب تصعيدي يدل على الخوف الذي تمر فيه هذه الميليشيات لاحتمالات يضعوها بالاشتراك مع الخبراء من جانب إيران ومن جانب حزب الله أنهم سينفذوا كذا وكذا، لكن قادرة على تنفيذها، يعني ليست بالصعبة. تهدد الملاحة الدولية يا أخي الكريم، تهدد الملاحة الدولية. نعم لديهم قدرة من هذه الصواريخ قد تصل لهناك، لكن دقتها لم تكن كذلك. فهم الأكثر بعدنا الآن على منطقة الممر المضيق باب المندب. إلا أننا في كل الأحوال نقول هنا وباختصار شديد، المعركة يجب أن تحسم، وخاصة بجبهة تعز وباتجاه جبهات ميدي وجبهات حرب في كل الجبهات، لكي يتم تضييق الخناق على المساحة الجغرافية التي تحرك فيها الانقلابيين، وهم الآن في أسوأ مراحلهم، يمر من خلال الخلافة الداخلية ومن خلال فقدانهم للسيطرة والجهادية القتالية لأفرادهم وخسارتهم في كل الجبهات. إلا أن تطول المعركة هو لا يخدمنا ولا يخدم التحالف، فيجب يضع أكثر من علامة استفهام وترك المجال أكثر للدخول الدولي. من يسيطر أكثر على الأرض هو من يعترف بالجانب الإقليمي والدولي، ونحن في أكثر حاجة وماسة لحسم المعركة على مستوى المسرح العملية التالية، وخاصة في مسرح عمق تالية تعز، وكذلك في اتجاه الحديدة ليتم تضييق الخناق. فكل شيء جائز أن يستخدمه الانقلابيون من خلال دعم إيران من وقت مبكر. المعركة التي تسير في اليمن ليس من فراغ، هناك حسابات إقليمية والدخول وتصفيه حسابات من دول أخرى وجغرافيا أخرى، وهذا معلوم عبر الصراعات في العالم، وخاصة في منطقة الشرق الأوسط التي هي أكثر بورة للتوتر أكثر من غيرها. نعم. مقارنة ما توقفت بورة التوتر في قارة أفريقيا وقارة أخرى كأمريكا اللاتينية وغيرها. نعم سيادة العقيد، تكرم بالبقاء معي. أذهب بالسؤال للسيد وضاح الجليل المحلل السياسي. سيد وضاح، يعني لغة التهديد التي ظهر بها زعيم الميليشيا ركزت هذه المرة على دولة الإمارات، هل للأمر علاقة بالأحاديث التي تقول بأن أبو ظبي مع مؤتمر صالح لدعم انقلابه على الحوثي في صنعاء؟ ربما يكون هذا الأمر له علاقة بهذا الشأن، لكن حتى الآن لم يتضح أن الإمارات بالفعل تقف مع علي عبد الله صالح وتحاول إنقاذه من سطوة الحوثيين. من الواضح أن علي عبد الله صالح يقف وحيدا في مواجهة الحوثيين وليس له من يناصره. هو طبعا قدم محاولات، حاول أن يغازل التحالف العربي وأن يثبت أنه هو من يستطيع إنهاء هذه الأزمة بالتحرك وتوجيه ضربة خاطفة للحوثيين بتغطية من أطراف أخرى، يقصد بها طبعا التحالف العربي. وبالتأكيد أن علي عبد الله صالح يريد أن يدخل في صفقة سياسية تؤمن له مستقبل جديد ومكاسب أخرى من خلال هذه الحرب والانقلاب وكل ما مثله خلال الفترة الماضية. لكن من الواضح أيضا أن التحالف العربي لا يثق بعلي عبد الله صالح، وهو الذي ينقض كل عهوده واتفاقيته، وهو الذي جاء أصلا بالخطر الإيراني إلى داخل اليمن وسهل له كل تلك التسهيلات وقدم له كل الخدمات اللوجستية حتى أصبح خطرا يهدد المنطقة بشكل عام.
ثم أنه لا يوجد أيضا ثقة بعلي عبد الله صالح بأن لديه قدرة أصلا على ضرب الحوثيين وإنهائهم حتى في حال وجود غطاء من التحالف العربي. يبقى هذا الأمر مجرد احتمال، ربما يكون تهديد الحوثي من الإمارات هذه المرة بسبب أن الإمارات هي من تقود المعارك في الساحل الغربي وتقدم الدعم المادي والعسكري في تلك المناطق، وهي ربما هي المعنية أكثر بتحرير مدينة الحديدة. هذا الاحتمال الأكثر، ولكنه كان له أيضا خطابات كثيرة بعد عملية الساحل الغربي، وإنما يعني الكثير يعني كان حلل الموضوع على أنه قد تكون الإمارات لها يد في دعم المخلوع صالح أو في التنسيق معه للقيام بهذا الانقلاب. إذن سأنتقل معك إلى سؤال آخر، يعني هناك التصريحات أيضا هذه التي ظهر بها، هل تعبر عن امتلاك الحوثي لغة عسكرية كبيرة أم يعني أنها مجرد تهديدات لكسب مزيد من الوقت؟ سيد وضاح هل تسمعني؟ نعم لا لم أسمع السؤال بشكل جيد، عفوا. يعني كنت قد سألتك أن من خلال التصريحات التي ظهر بها زعيم الميليشيا، هل تعبر عن امتلاكه لغة عسكرية كبيرة أم مجرد تهديدات لكسب مزيد من الوقت؟ كما قلت لك في البداية، الحوثي عرف بشطحاته الكثيرة، لكن أيضا يمكن القول أن لديه أيضا من القوة التي لا يمتلكها بشكل شخصي، هي قوة حصل عليها من خلال الدعم الإيراني ودعم حزب الله وتهريب الكثير من الأسلحة النوعية وليست الأسلحة التقليدية. الترسانة التي يمتلكها علي عبد الله صالح والحوثيين هي ترسانة ضخمة لكنها تقليدية، لكن هناك أسلحة نوعية لاحظنا ظهورها في الفترة الماضية مثل الطائرات بدون طيار وغيرها، إضافة إلى تطوير مدى الصواريخ التي كانت موجودة ضمن منظومة الجيش اليمني. هذه الصواريخ هي صواريخ قديمة، لكن كان من الواضح أنه جرى تطوير مداها وجعلها تنطلق لمسافة أطول، لكنها أيضا ليست بتلك الصواريخ التي يمكنها أن تصيب أهداف دقيقة جدا. بالتالي هذا التهديد حتى وإن تمكن الحوثيون من إطلاق صواريخ بالفعل إلى مناطق داخل العمق السعودي، فإنها لن تصيب أهدافها بدقة. إضافة إلى ذلك، التهديد باستهداف الملاحة الدولية هو ربما يكون تهديد جاد وليس مجرد شطحة، ويعتمد هذا أيضا الأمر على ما لدى الانقلابيين من علاقات دولية ودعم دولي خفي لابتزاز التحالف العربي وإظهارهم كأنهم قوة في المنطقة لابد بالقبول بها كأمر واقع والتعاطي معها والتسليم بما حققته من مكاسب، وبالتالي بإمكانها توجيه ضربات وإيذاء الملاحة العالمية والإضرار بمصالح العالم بشكل كامل في البحر الأحمر. ولاحظنا أن هناك أيضا زوارق تمكنت من تنفيذ عمليات نوعية ضد سفن حربية وسفن مدنية في البحر الأحمر. بالتالي أنا أرجح أيضا أن هذا الأمر ينطوي ضمن الدعم اللوجستي الخفي، يعني اللوجستي السياسي واللوجستي العسكري خفي تقدمه أطراف دولية وإقليمية للحوثيين لجعلهم ورقة لابتزاز التحالف العربي. وكنا نلاحظ أن الحوثيين دائما استخدموا باب المندب وميناء المخا كورقة ابتزاز للمجتمع الدولي والأطراف أخرى، والآن ما يزالوا يمارسون هذا الابتزاز حتى وهم قد خسروا ميناء المخا وباب المندب القريبين من خطوط الملاحة العالمية، وأصبحوا بعيدين عن خطوط الملاحة العالمية لكن ما يزالوا يمارسون هذا التهديد. بالتالي هذا يؤكد أنهم يمتلكون أسلحة نوعية ربما تتمكن من إيذاء وإضرار مصالح التجارة العالمية. نعم سيد وضح، هنا سؤال أخير وباختصار، يعني في أي سياق يمكن تفسير رد الإمارات على الحوثي، خصوصا وأن البعض يتهمها بأنها سبب لتأخر الحسم في اليمن؟ أولا أنا أرى أن تأخر الحسم في اليمن يرتبط بكثير من الأجندة والكثير من المصالح الدولية وليس بسبب الإمارات وحدها. طول أي
فترة أي استمرارية لهذه الحرب هو بالتأكيد يضر بمصالح الأطراف المشاركة فيها ويقلل من قدرتهم على حسمها، وأيضا يساهم في قبولهم بتقديم التنازلات. لكن أتوقع أن الرد الإماراتي كان طبيعي وبشكل مقبول، من الطبيعي أن يرد الإماراتيون على هذه التهديدات كونها تمسهم بشكل مباشر. الحوثي هدد بأنه سيستهدفهم بشكل مباشر وكان من الطبيعي أن يردوا، هذا الأمر مسألة تلقائية. لكن مسألة الرد وكيفية الرد على الواقع الميداني هذا ما ربما سنلاحظه خلال الأيام القادمة، وربما تكون هناك الكثير من التعقيدات فيما يخص هذا الأمر، وخصوصا كما قلت أن الضغوط الدولية هي دائما في صالح الإنقلابيين، تؤخر حتم المعارك في أكثر من جبهة، في جبهة نهم، في جبهة صعدة، في جبهة ميدي، في أيضا في الساحل الغربي، واستمرار حصار مدينة تعز طول هذه الفترة هو أيضا بضوء أخضر دولي. نعم، وضحت الصورة. أشكرك جزيلا المحلل السياسي والضاح الجليل، كنت معنا من القاهرة. أعود إلى ضيفي الآخر العقيد عبد العزيز المجيدي. سيادة العقيد، يعني نفذ الحوثي عدة عمليات ضد الحدود السعودية أو في البحر الأحمر في الفترة الماضية، هل تهديداته تدلل على أنه ما زال يمتلك فرص لتنفيذ عمليات أخرى؟ الفرص للجانب العسكري على مستوى مصالح الأعمال القتالية ولا يمتلك أن يقدم أي شيء جديد، فكل ما لديه قد قدمه. نحن ننطلق من هذا الكلام من مصالح الأعمال القتالية في محافظة تعز، لم يعد القدرات التي تمتلكها الانقلابيون كما كانت في السنة الأولى من الحرب، والدليل على ذلك زراعتهم لحقود الألغام وانتقال المعركة بدل مكانه في موقع الهجوم، انتقلت المعركة انتقال نوعي إلى معركة الدفاع والجيش الوطني والمقاومة الشعبية وعملية الهجوم. هذا يدل على 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 عدم إمكانيتهم وقدرتهم باتجاه الحدود، ما يقوموا به من حركات ومن معارك خاسرة يزقوا بأفرادهم والمغاربين إلى محارق، هذا هدفه التغرير على ما تبقى من المغفلين الذي ما زالوا يرسلوا أبنائهم ويجندوهم مع هذه الميليشيات الإنقلابية، وايضا ان يسخروا الصراع بانهم عدو الاقليم وليس بسبب الانقلاب الذي قاده بمشاركه رئيسيه مع الرئيس السابق علي عبد الله صالح الذي مكنهم من كل تركات الاسلحه للجيش اليمني وكذلك الاسلحه التي كانت تمتلكها اليمن بعد الوحده ما كان يسمى بجمهوريه المقاومه الشعبيه والجمهوريه اليمنيه. هذا ما كانوا يتمنوه وهذا ما حصلوا عليه يعني بكل سهوله وبدون ما يبذلوا اي جهد نتيجة الانقلاب والتمسك بالسلطة واللعب والوسيلة والمثالة التي تعتمد عليها إدارة البلاد الرئيس المخلوع من خلال اللعب على المشاحنات وكذلك على الاختلافات، لكن هذه هي الآن معركة وليست انتخابات كما يلعبوا عليها. هذه المعركة تتحدد مصير، المصير الآن تحدده الدول الداعمة للقوة للحكومة الشرعية وللجيش الوطني الوليد الذي يبذل الجهد برغم الامكانيات التي تنقصه كثيرا وخاصه في بعض المحافظات كتعز ومحافظات اخرى. هنا يجب ان يكون الرد رد حاسم والتقدم في كل الجبهات التي تشكو منها الان الانقلابيين، يشكو من قله الافراد ومن قله مقاتليهم ومجاهديتهم والمعنويه الذي وصلت الان الى حد التعبير على حق الولايه، وهذا اعتقد ان اخر ما يوصلوا اليه من تعبير والتغيير على الناس، هذا يدل على فشلهم. لكن طول المعركة طيب سيادة العقيد، نعم سيادة العقيد، سواء كانت هذه التصريحات عبارة عن شطحات أم كانت تحمل أو تأتي في محمل الجد بشكل كبير، ما هي السيناريوهات المتوقعة من السعودية تجاه هذه التهديدات؟ السيناريوهات المتوقعة هو أن المعركة يجب أن تسير وفقا وخطة كما أعلنت من البداية، هو الشهادة الانقلاب واستعادة السلطة لكل المحافظات التي سيطر عليها الانقلابيين وفقا لخطة عسكرية دقيقة ينفذها الكل مع التحالف وبوقت محدد. كما نعرف المعركة عملية حسابية دقيقة تدخل فيها كل الحسابات وأسوأ الاحتمالات أثناء المعركة. وهل ما يحدث حاليا على الأرض يمضي في هذا السياق؟
نقولها صراحة، هذه معركة لا يجب أن ندعم أي طرف. ما يدور الآن على مستوى مسرح الأعمال القتالية في كل المحافظة التي ما زال يتمسك بها الانقلابيون ليس لا يلبي معركة الحسم. نقولها بكل صراحة، كفى تأخير، كل تأخير يدفع كثير أبناء اليمن، كثير من القتلى والجرحى والقصفر على المدن والأحياء السكنية، وكذلك يمد بعمر الانقلابيين الذي يعني واضح جدا من دعم الجانب الدولي لهذه وفقاً سياسات محتوبة لهم على تشتيت المجتمع الإسلامي. يجب أن تكون معركة حاسمة وفي آن واحد، ولا نحرك جبهة وجبهة تنام. جبهة سرواح كما كانت متقدمة يجب أن تقدم، جبهة رين، جبهة سعد، جبهة الساحل الغربي، وكذلك من الجهة الشمالية باتجاه. وما هي أيضا الاستراتيجية العسكرية التي تترك تعز أكثر من عامين محاصرة ولا يوجد قرار الحسم من قبل الشرعية والتحالف العربي؟ إذن هنا أمور تدل على أن الخطة العسكرية فيها نوع من الاضطراب. الخطة العسكرية تعد على كل المستويات وتعرض على كل على الجانب الأعلى بالعملية التحالف والحكومة الشرعية، والنموذج ما عدنا في تعيد وعدة خطة منذ ما يقرب من سنتين وصادق عليها التحالف موضحة كل الاتجاهات والتقدم للمعركة. لم ينفذ منها إلا جزء واحد من الاتجاه وجزء ناقص في اتجاه الساحل. كاملة معركة متكاملة تخوض فيها في اتجاه موزع والوازعية والوصول في الواحد للبرع والبخا ومفرق البخا، وكذلك جبهة حمير مقبرة وكل الجبهات في الجانب الغربي لتكون جبهة واحدة بدل هذه الجبهات كلها، وتتجه باتجاه الحديدة وباتجاه والجانب الواحد الذي تتحدث عنه سيادة العقيد لم يكتمل، يعني معارك الساحل الغربي وصلت إلى أماكن محددة ولم تصل إلى لم تنفذ الخطة متكاملة باتجاه الساحل الغربي نقولها، ونحن مسؤولين على كلامنا من الجانب العسكري ومستعدين نواجه كل من يناقشنا. يتفضل. نعم، إذن أشكرك جزيلا الخبير العسكري العقيد عبد العزيز المجيدي، كنت معنا عبر الهاتف من تعز. إذن مشاهدينا بهذا اكتملت حلقتنا ووصلنا إلى النهاية، ونشكر ضيوفي، كان معي من القاهرة المحلل السياسي والضاح الجليل، والشكر أيضا للعقيد عبد العزيز المجيدي. وختاما مشاهدينا تقبلوا تحياتي وتحيات معد حلقة الليلة الزميل ماهر أبو المجد، وهي أيضا من جميع أفراد طاقم العمل، حتى أن نلتقي في حلقة قادمة. أترككم في رعاية الله وحفظه.